قال الملك سلمان عقب تسلمه شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة القاهرة أن قرار منح الشهادة هو تكريم لي ولبلادي وللشعب السعودي، وأكرر شكري لكم وأدعو الله أن يوفق الجميع، واصفا الجامعة بأنها صرح علمي شامخ احتضن طلاب من جميع أنحاء العالم بينهم طلبة من السعودية. أكد ضحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي أن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز والرئيس عبد الفتاح السيسي لا يتآمران على مصر كما يدعي الإخوان، واصفا قنواتهم الفضائية بالمحطات القذرة الموجهة لغايات الفرقة بين البلدين. وكتب خلفان عبر حسابه على تويتر: يجب أن نحيي أي تعاون عربي، فالملك سلمان وسيسي لا يتآمران على مصر لا قدر الله، كما يصور الإخوان أو من لهم مآرب أخرى. كتبت الفنانة شريهان عن حذف وزارة البيئة لبيانات جزيرتي تيران وصنافير تغريدة عبر الصفحة الرسمية لها بتويتر: ما هذه السرعة والدقة والالتزام؟ يغطي جسده بألوان مبهجة فاتحة وهو يدور بقدميه وكأنه يطير وقدماه ثابتتان على الأرض، ليحصل في النهاية على انبهار مشاهدين يتجمعون حوله في حب. إنه أحمد علواني راقص التنورة الذي هوي الرقص وتعلمه في منزله، ثم نقل فنه إلى نجله محمد البالغ من العمر 5 سنوات. محمد سار على خطى والده فاستغل سطح منزله بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، حيث يتدرب الطفل على يد أبيه ببهجة وسعادة احتلت ملامح وجهه البريء، ظنا منه أنه سيكون سعيدا طالما يرقص مثل أبيه الذي يراه دائما مبتهجا عندما يفعل ذلك. ظهر كائن غريب يسبح في نهر التايمز للمرة الثانية في أقل من أسبوع، يعتقد أنه وحش بحيرة لوخنيس الأسطوري الشهير. ونشر مقطع الفيديو الملتقط من قبل مستخدم اليوتيوب، ويظهر فيه الوحش يسبح في المياه مخلفا موجات حوله عقب تحركه، ورصدت تحركات الكائن الغريب يوم الثلاثاء الماضي في نفس المكان من قبل أحد ركاب خطوط الطيران الإماراتية، وقد كثرت الأقاويل بعد ظهور الكائن للمرة الثانية في العاصمة لندن، وشبه بوحش بحيرة لوخنيس. استقبل وزير الزراعة السابق صلاح هلال قرار الحكم عليه بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات داخل قفص الاتهام بهدوء وبثبات انفعالي. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت اليوم في القضية المعروفة إعلاميا برشوة وزارة الزراعة حكمها بمعاقبة وزير الزراعة السابق صلاح الدين هلال بالحبس 10 سنوات وعزله من الوظيفة. افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأحمد داود أغلو رئيس الوزراء ملعب أرينا معقل فريق بشكتاش في مدينة اسطنبول، واستعرض أردوغان مهاراته الكروية مع رئيس الوزراء قبل أن يبدأ جولة في الملعب الذي يتسع لقرابة 40,000 متفرج. قررت النيابة العامة بمنيا القمح بمحافظة الشرقية حبس 3 جزارين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بذبح الحمير والتخلص من الحيوانات النافقة في المياه وحيازة أسلحة بيضاء، كما وجهت النيابة للمتهمين 8 اتهامات أخرى. وتبين من التحقيقات أن المتهمين يشترون الحمير حية من قرية ميت بشار مقابل 100 جنيه عن كل حمار، ويبيعون جلودها ب200 جنيه بقرية كفر براش بدائرة مركز مشتول السوق. قضت محكمة جناح الإرهاب الإسماعيلية بالحبس 6 أشهر وكفالة 5,000 جنيه للقيادي بجماعة الإخوان الإرهابية عصام العريان وثلاثة آخرين، وذلك لاتهام بالتحريض على التجمهر في محافظة الإسماعيلية. كما قضت المحكمة بالحبس 2 وكفالة 5,000 جنيه ل16 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية في أحداث الشغب التي شهدتها محافظة الإسماعيلية. تقوم عاملة نظافة ببيع استمارات استخراج الرقم القومي بقسم الدقي بدلا من الموظف المسؤول عن السجلات، وتتصرف عاملة النظافة كأنها تعمل في قسم الدقي وتجلس على مكتب الموظف الذي تغيب عن عمله.
ومن المفترض أن ثمن الاستمارة حسب الرقم المطبوع عليها 15 جنيه، وتقوم العاملة ببيعها ب20 جنيه. تجرد تاجر موبيليا وربة منزل من المشاعر الإنسانية والرحمة، وتحول إلى شيطانين وقتل طفلة بعد فض غشاء بكارتها وإلقاء مادة كاوية على وجهها لتغيير ملامحها منذ 7 أشهر، وذلك بعدما كشفت مصلحة الأمن العام غموض مقتل الطفلة البالغة من العمر 8 سنوات بمدينة قليوب بالقليوبية داخل إحدى مقابر السويس على طريق مصر السويس في حالة إعياء شديدة، وبها إصابات ظاهرية عبارة عن جروح بالوجه والرقبة والصدر والفخذين، والتي توفيت متأثرة بإصابتها. في فيديو رصدته لقطات كاميرا مراقبة بأحد شوارع مدينة غازي عنتاب التركية بعد ظهر الأحد الماضي، ظهر مجهول يسير خلف الإعلامي السوري المعارض محمد زاهر الشرقاط، وفجأة نراه يعاجله من الخلف برصاصة في رأسه من مسدس كاتم للصوت، ولاذ محاول الاغتيال بالفرار.